مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء حارة وبلغت العظمى 30 درجة مئوية. هذه الليلة تكون الأجواء لطيفة لتصل درجات الحرارة في عمان إلى 19 درجة. أما غدا نهارا تكون الأجواء حارة لتصل درجات الحرارة نهارا 29 وليلا 17 درجة. يومي السبت والأحد تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة لتصل نهارا 28 وليلا 16. نستعرض الآن درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى يوم غد. ونبدأ بجرش والمفرق. 18 هذه الليلة، غدا 31، عجلون 19، غدا 30، إربد 20، وغدا 31، ورياح نشطة. السلط 21، غدا 32، زرقاء ومطار ملك علياء 19، غدا 31، البحر الميت 29، وغدا 35، وأجواء حارة. جبال الشراه 21، غدا 29، الطفيلة 22، غدا 30، الكرك ومادبا 20، غدا 29، البتراء 21، غدا 28، معان 20، غدا 31، وادي رم 21، غدا 33، العقبة 26، وغدا 37، وأجواء شديدة الحرارة. ننتقل الآن لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية. دمشق نهارا 31، ليلا 20، بيروت 28، ليلا 24، القدس 32، ليلا 19، القاهرة 40، وليلا 24، وأجواء معتدلة. بغداد 40، ليلا 30، الكويت 41، ليلا 32، منامة 36، ليلا 33، الدوحة أجواء حارة 42، وليلا 30. تصل درجات الحرارة في أبوظبي 37، ليلا 32، الرياض 40، ليلا 27، صنعاء 28، ليلا 15، مسقط أجواء حارة 40، وليلا 34. إلى هنا تكون نهاية نشرة اليوم. أشكر لكم حسن المتابعة وعودة للاستوديو الأخبار.